لا ما يصير. أيوة. يا والله جينا ابو مالك انا ابو ساره بس الغلط عندك ما ترى ما مقبوله والله انت عشان كله ما مقبوله وانت والله شباب بينا والله قبل لا انا كسم الضارب بين بس ما تغلط على والله قبل لا نجي هذا الشيء مرفوض صح زين احنا ندري به واحنا ترى جينا على هذا الاساس الله يخليك نقبل الله زين وبنفس ولا نزار ولا نزار احنا ما نجي نزار ما نجي واحد يتجاوز على مره ما نقبلها احنا جينا على هذا الاساس حبيبي ولا نزار ما نجي تدري ليش؟ لان نزار اخونا صار له 40 سنه ويانا اخوكم في المنطقه ونزار خوش نزار ترى لا لا قديم ويانا قديم يعني احنا من اقول لك صار لنا عرفه بال 20 سنه وياه بس احنا جينا على هذا الاساس وهذا هم طفل وان شاء الله ما تتكرر واحنا بخدمتكم نريد الامر ما يتكرر ان شاء الله ما يتكرر من هاي الثلاث بعد لا عم نسعد اكراما بهذا الشهر الفضيل واكراما لجيتكم احنا يعني هاي ترى زحمه انتم ما ترضون مو احنا ما نرضى انتم ما ترضون قال التميم ترضاها لا بالحسين ابد خلاص ابد وحتى قلت لهم هم اصلا خلاوي خالد مو باوي وثاني نزار بالدوام 24 ساعة انت تحكي نزار بالدوام يعني هم المفروض يحمون هم يحمون عائلته يحمون نسوانهم يحمون اطفالهم مو صحيح طبعا مو يجازون عليهم هو عرض مو صحيح ولا لا لا تعدى على مره من يمهم او مو من عنده هذا الشيطان هذا الشيطان خلص علي نعلقه هذا شيطانية راح ما نقبل احنا على هذا الله شاء الله ما تقول هذا شيطانية راح نعدل ان شاء الله خالد مثل ما عمر ضروري لان هم اللي طلع خواوي احنا صارتوه من نوعية اللي نقول لك يخلي لك مبلغ معلق ونخشن البنوك لا مو من هاد النوع هذا ولا من هاد الطبيعة يا الله هاي مو جبل مو اي والله بس احنا احنا لهذا الامر ما نريد يتكرر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماكو شيء بركة الصلاة على محمد جايبكم على راس الفاتح لهم والبنين تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد الله